مانيش مغروم بالكورة برشا، أما كي نبدأ مع أولاد صحابي في الدار ولا في القهوة نتلز نتفرج معاه. واللي عقدني في الكورة المعلقين متاع الكورة، فما معلق متاع كورة اللي تبدأ يعلق لتفهم اللي يعلق لا يبكي، ربا لمسة واحدة مليون الماسي، يذكرني في خوي صغير كي نفك له حاجة، يا أمي رودك فك لي كتكروتي. فما معلق واحد آخر زاد، اولا لا اولا لا اولا لا كريم بنزيما، كريم بنزيما يمر الى كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو تقتعلو من نيمار، اولا لا نيمار يتوغل اولا لا. هذه بلاصتو في سوق الجمعه يبيع في اللصحن، يا مدام مرحبا، هذا شحال الجلبانه، هذا شحال اللوبيا، هذا شحال الكمونيه، وتاخو معاهم هذا، وتاخو هذا معاهم ثلاثه، نعطيك معاهم سحفه للبرغل بالقديد، بنت القديد ولا اروع، يا سلام. وهذا مكوره كي تبدا تفرز معناتها في الكوره تبدا حتى بارتيم جاينه تعمل جو. في تونس يبدا دربي 10,000 في البرم كانترير غاز وكرتوس و60,000 في الداخل، والمعلق كيفاش عباره بو يفيق في صغار الصباح. سابر سابر سابر، بقير بقير بقير، زهير زهير زهير، سابر من الثنائي، غريبه غريبه غريبه. وديما وديما بعد كل اي بارتي فما كل بلاتو تحليلي، ذاك نعرف ان بلاتو تحليلي يجيبوا مدرب تاع كره، يجيبوا اربيتر، يجيبوا جوير قديم. في تونس ليه؟ مرحبا بكم الناس الكل في الاحد الرياضي، معكم رازي غازو، اليوم سعداء باستقبال وزير الداخليه وكذلك سعداء برئيس فرقه مكافحه الارهاب وكذلك سعداء وكذلك سعداء برئيس فرقة وحدات التدخل، وفي انتظار النطق الرسمي بالجورجاني أو جاي. سي عبد الحميد نبدأ معك، كيفاش كنت تشوف المباراة تاع البارح؟ شوف رازي نحب نحكي في حاجة مهمة ياسر. سامحني قبل ما تبدأ تحكي، معنا أحمد الصالحي في الشرنيكول. أحمد الصالحي يقولوا لي مازال ما حضرتش التليفون. سي عبد الحميد نرجع، شوف رازي نحب نحكي في حاجة مهمة ياسر. سامحني حضر التليفون أحمد الصالحي، أعطيني أكثر التفاصيل اللي عندك غديك في المستشفى وأحداث اللاعبين. شكرا لك رازي. عزيز عثمان مش شرني كول، شكرا لك رازي، أنا تو معي أحد اللاعبين. أعطيني أكثر التفاصيل وبأدق، نحبك تحكي لي معاه بأدق التفاصيل. معايا أحد اللاعبين، إي باش نديك أدق التفاصيل يا رازي، أدق التفاصيل. معايا أحد اللاعبين، كيفاش كنت تشوف المباراة؟ اعطيني بادق ونحبك تسلي واحد من اللاعب. كيفاش كنت يا رازي باش نعطيك ادق التفاصيل، خلي تكلم. لابد انا مانيش اسمع فيك مليح، انت تسمع فيا يا رازي وراس بنتي نسمع فيه يا رازي برحمه بوك. كيفاش كنت تشوف في يظل يقول لي تقطع الاتصال وانا تسمع فيا يا رازي ورحمه بابا نسمع فيك يا رازي، شبيه سيدي يا رازي ما عادش خاطر فيها يا رازي. يقولوا لي تقطع الاتصال ولا بد انا جايك يا رب. سامحني خليك كلمه سي عبد الحميد، شو رايك في اللي ريت؟ والله شوف رازي نحب نقول حاجه مهمه ياسر. سامحني خليني كلمه الختام، ما عادش عندنا وقت. شوف يا رازي في كلمه الختام نحب نقول حاجه مهمه ياسر. سامحني حتى كلمه الختام ما عادش عندك عليها وقت، ان شاء الله تفوقوا في الاحد الرياضي الجاي. تشاو تشاو بالامان.